علاش المثقفين او يقال على ان المثقفين كيعتبروا على ان كره القدم واحده من وسائل الالهاء الاجتماعي في انهم غير مثقفين بكل بساطه. نعطي مثال الثمانينات والتسعينات فاش كان النقاش في البرازيل حول الديمقراطيه، كانت مجموعه ديال الفراقي كتلعب وسيرتو الفرقه اللي كان فيها سقراطيس، لان سقراطيس كفيلسوف وكشي واحد كان اللي يشتغل بزاف في السياسه، كان تيدخل الفرقه تدخل تلعب وفي التوني اللور كاتبين الفو فوتي لا ديموكراسي، خصك تصوت من اجل الديمقراطيه. هذه فرقه ديال الكره. سقراطيس بنفسه كان ديك الساعه ستار وكان مطلوب انه يمشي يلعب في الايطالي، رفض وكان قال لدوك الناس ديال ديك المدينه الا مشيتوا صوتوا بكثافه ما غنمشيش للطاليان وغنجلس نلعب في البلاد. وكانت في الماتشات انا ذاك ديال البرازيل في هذاك لو طون ديال لا ميطا كياخذ واحد كلمه من اجل التوعيه حول الفعل السياسي. اذا كره القدم تقدر تكون وسيله من وسائل توعيه وسائل خاصه اننا عندها جمهور كبير عندها، ولكن خصنا كيفاش هاد اللي كان هاد القنوات نستغلوها في البون سونس. الان مثلا هذيك الفرقه ديال شيلي اللي كتلعب لي توني كاملين اكثر من 10 باش هذاك الواحد كدير راقد فلسطين وعاد تدير الزيرو والواحد والجوج والثلاثه والاربعه، ميساج قوي ضروري في كره القدم. ثانيا اول تجربه ديال ما يسمى بالديمقراطيه التشاركيه طبقات في كره القدم في البرازيل، ان انا ذاك كان واحد الرئيس ديال واحد الفرقه فجا قال لهم غادي نطبق النظريه ديال لان كان تيقري في لافاك وكان تيدرس في لافاك الديمقراطيه التشاركيه، قال لهم غنطبقوا عندنا في الفرقه ان المدرب ما غنجيبوش انا غنتفقوا عليه اننا فين غنتغداو كنتفقوا عليه، وبدات الفرقه خدامه بهذه الطريقه. الفلوس ديال التيران كنقسموها بالتساوي بيناتنا مور ما كنحيدوا لي شارج، وكانت اول تجربه ديال الديمقراطيه التشاركيه في الفعل الجمعي ديال عمل معين كره القدم. اذا انت ضد هذا الفكره ديال ان المثقف كيجلس في واحد البرج عالي ولا ما كيفهمهاش.